ونظير هذا أيضا ما حصل للفرزدق الشاعر في أيام عبد الملك بن مروان، فقد خرجت جيوش بني أمية في أيام عبد الملك وابنه الوليد وازدادت الرقعة وحصلت الفتوح، وخرج جيش إلى أقاصي أفغانستان الآن وتسمى في ذلك الوقت بلاد الطالقان، وهذا الجيش يقوده رجل اسمه تميم بن زيد وهو من قادة جيوش بني أمية، فخرج فيه شاب وحيد أمه، وكانت أمه تحبه حبا شديدا، فما استطاعت أن تمنعه من الخروج للغزو في سبيل الله، ولكن ما إن فارقته حتى ضاقت عليها الدنيا بما رحبت، وأصبح فؤادها فارغا شوقا إلى ولدها ومحبة له ورحمة له، فصارت تصل ليلها بنهارها بالبكاء، فذكر لها الفرزدق الشاعر فجاءت إليه فذكرت أنها مستعيدة بنخوة أبيه غالب، كان أبوه صاحب المروءة لا يسأله أحد حاجة إلا أعطاه إياها، فكتب الفرزدق أبياتا إلى تميم بن زيد يقول فيها: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر ولا يعيا علي جوابها، فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحوبة أم ما يسوغ شرابها، أتتني فعادت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليه ترابها. فجاءت الأبيات إلى تميم فلما قرأها لم يدري هل المطلوب خنيس أو حبيش، فبحث عن كل من في الجيش ممن اسمه خنيس أو حبيش فسيره إلى الفرزدق، فلذلك لا بد من رحمة الوالدين ولا بد من الحرص على القيام بمصلحتهما كلها.